سلام عليكم. اول مره عدلت مع صاحبي وجا في الوقت وهادي يلا شني فيها اخي ابراهيم اليوم؟ اليوم جمعنا بعطيس الدراري ديالنا معروض يا انا اللي ماشي بالاعراض. ما احلى الاجواء رمضاني. هيدا الدراري دي ولاد حومه الشعبيه، الدراري خلق السعاده مع بعطيس، وهذا النهار هذا عايش معنا مع الناس اللي شحال ما تجمعنا معاهم. هذا هو الجرو اللي ممسوقش الهال. اوه على النهار هذا عايكم معنا احلى توينز في العالم. ودابا غنجيبوا الدوره بنا وجاج كحال تنمجت ابلاسي بلاس. شحال الناس خدامين في العوام؟ الله يكون في العون. هاد المنطقه هادي بالضبط اللي فيها بزاف تشارك وجمع بزاف تقريبا من المغرب كامل. نتمنىهم يتهلاو في العمال ديالنا اللي الصراحه كيضربوا تماما ما كيشوفها لهم سواح. واخيرا وصلنا ضروري من المغرب نضرب شوكولاته هولندا. والله العظيم لاد هولندا. وضروري واحد الدكه مع هاد نورمال مع قهوه او كاليت. وهنايا غادي نفطر وهنايا جمعت الدراري صديق ديالنا غير قلنا له كافي فاميليا تا كان حاضر ناضر. ودابا ما بقى والو لما وحنا دائما ملي كتقرب الساعه عاد كنبداو نوجد. وطه كما دائما دائما الافكار اللي كيعطلنا. زكريا كيعاون توينس من خافش عليه، ولكن كنحاول ما امكن نخلق السعاده مع الدراري. من بعد تعاونوا فرقوا الزلايه مها ما كانت كتصفر الدراري كامله خدمت. احنا نبداو هذه اللعبه هاد، ولكن شو واحد شكرا هولندا والله الا واعر يمر المغرب عاد قيسوا عايجيو بدقه حق بلاتي. شكون اللي عيب نبداو من عند زكريا؟ مين عام بداو اخوا؟ مين عام بداو؟ مين عام بداو؟ مين عام بداو؟ مين عام بداو؟ هاك شوف فراد وبلاتي قبل ما تبدا. شو اللي جا ما عنده حلوه من هيك؟ بلاطو كامل يلا بدا رضو من بزول يدك. ما جاباش سير، ما جاباش سير، ما جاباش واعرين سير زكريا زين سينا هاي زوير زعما كيعوطا سير بالزربه بالزربه دغيا دغيا ما جبتيهاش. سير 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 يلا سليم سير ابو نعيم سير ابو نعيم صباحين. شوكولاته صباحين معلم عندك شوكولاته خاي. سير 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 عاد شوكولاته هولندا جوج ثلاثة والو خاي ابراهيم. هذا هو سليمان شي حاجة الزردة دايما حاضر ناضر وتبارك الله على أحلى منعم في العالم. الدراري مازو ديالة تسال هي الدق، الدراري كاملة حاضرة ناضرة وباقي الخد ديالنا وما مجي. طه كيعمر العصر حاليا وتوين تبارك الله كيتأكد باللي عمر له العصر. الدراري ديالنا حايلة، الدراري اللي عمرها سرعة وهذه هي قلت وأشرك على الله بريوات ديالها اللي يبدل الحوت. خي سمحوا لي كنشهيكم ونسال وبلا ما تقولي لا هيدا ولا هيدا. أنا كنفكر نتجمعوا شي نهار ونعملوا فطور جماعي مع باطيس هي بلاتي تعوض وأنا حاضر ناضر. دابا لاحظ معايا سليمان كيفاش كيشوف الحرير. أخ زكريا غير تبت صديق ديالنا كيشوفني متحسن من نظر وسبحان الله العظيم كل نهار فيه كنمشي نفطر وكما كتشوفوا كل نهار كنجبر العشرين ديه. الله يخلينا دائما مجموعين، الله يخلينا دائما مع بعض. وشحال من واحد كيبان معايا وكيشوفه صحابه تحال سبحان الله العظيم. وخا تبان لك طنجه كبيره ولكن بعض الاحيان تلاقيك دغيا مع الناس. انا هذا هو الاهم ديالي نشوف دراري صحاب قرابي لي في نفس الوقت كنفطروا مع بعضيسنا يكون واحد الجو مزيون بصراحه. واحلى صديق ديالي في العالم هو عامل الدراري ديالنا نورمال خمسه دراري وقهوه بلا ما نقول. مع الصديق ديالي قال لي كنجيب قهوه غير مزيونه للكليان ديالي وهانيه. اغيطا كي ديك صاحبك قال لي كيف طار عمر فطور ضروري مخصو نورمال دراري عادة الصحة هاي الصحة والراحة. تاكي ديك صاحبك وقول له عرفتي شنو كاين غنعملو شي فطور مع بعضيسنا وغنخسرو البلاصة ديالنا وغنمشيو كاملين نفطرو. المهم حنا كنجمعو مجموعة يلا الدراري يبانو في الكومنتيرات. تاكي ديك صاحبك باش نوجدو راسنا ان شاء الله. وضروري ما نساوش زكريا اللي كان الضيف ديالنا اليوم. هاد النهار هذا بحال حنا في الدار ديالنا الدراري ديالي كلاو وشربو والدراري تسهل كل خير. احنا في الدار كبيرة وشكرا بزاف كافي فاميليا على هاد الفطور هذا. المهم الحمد لله الدراري منقصنا قصب والو. الدراري تسهل كل خير كلشي مريح كلشي مفرج وهادي هي الهضره. الدراري ديالنا فقل وباقي نعاودوها ان شاء الله مره مره. الانسان يخلق السعاده هو يبدا وربي يكمل. ما احلى رمضان مع الاصدقاء. خوتي ديالي كنقولها وكناكد عليك ضروري ما نعملوش نهار انا من واحد الموطه اللي نجمعوا فيها كاملين بين وضروري باش نفطروا مع بعضيس. غير ما عرفتي واحد الحاج كيفاش دابا غادي نعملوا له؟ يلا كاملين اللي عنده شي فكره ولا اي واحد ضروري مشارك معايا كومونتيرات نتلاقاو كاملين ان شاء الله. وضروري خوتي ديالي هذا كيكمل هذا اي حاجه كتجي من عندكم نسوم. شكرا بزاف على البارطاج، شكرا بزاف لاي واحد كيعمل اشتراك في الصفحه ديالي، شكرا بزاف لاي واحد كيشجع باش نزيد نكمل في الطريق ديالي. ضروري الحياه فيها الصعوبات ولكن الحمد لله ربي كيلاقينا بعدا غير مع اللي احسن منه. تحيه الدراري ديالي كاملين تلاقوا في فيديو اللي ما جي والقاعده ديالنا كتقول سلام عليكم.